السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله معانا وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة عشبة معجزة، وصفتنا من أسهل وأحسن الوصفات اللي أنتم ممكن إن شاء الله هتجربوها معايا. ده طبعا أول مرة هتشوفها معايا يا جماعة، وصفة معجزة فعلا، عشبة ربانية. ده يا جماعة فعلا معجزة، هتنزل معاكي كل الدهون العنيدة اللي ما بتنزلش، المتراكمة اللي بقالها سنين وغلبت ان انت تنزليها، وجربت كل الوصفات مفيش ولا وصفة جابت معاكي نتيجة. لا، جربي معايا الوصفة ديت وان شاء الله بإذن الله هتدعيلي، من اول استخدام هتلاقي نتيجة مبهرة. ده عن تجربة يا جماعة، في ناس كتير جربتها وفعلا جابت معاها نتيجة كويسة جدا. تمام، العشبة ديت عشبة جبارة رهيبة جدا جدا في نزول الوزن، هتنزل معاكي كل الدهون المخزونة اللي بقالها سنين. طبعا الناس اللي هي جربت الوصفات وما جابتش معاها نتيجة، عملت رجيم وبرده ما فيش نتيجة، عملت تمارين وجسم ما بيحرقش، لا، ده هتنزل معاك كل الدهون، هتزود معاك معدل الحرق. يعني لا قدر الله في غدة، في اي مشاكل ولا حاجة ما بتخليش جسمك يحرق كويس، ان شاء الله مجرد ان انت بس هتجربي العشبة ديت اسبوع واحد او 10 ايام بالكتير، دي هتلاحظي فيه فرق رهيب جدا جدا. عايزك كده قبل ما تستخدمي العشبة وزني نفسك قبل الوصفة وبعد الوصفة بإذن الله هتلاقي في فرق يعني كبير جدا في المقاسات وفي كل حاجة. تمام، يلا كده يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايك للفيديو، وصل الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايكات وشيروه، علشان إن شاء الله ناس كتير وبنات كتير هتستفاد من وصفتنا النهاردة. تمام، يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف وصفتنا النهاردة، أو هنشوف العشبة الجبارة اللي احنا جايبينها دي. ده طبعا يا جماعه مبدئيا يعني كده زي ما انتم شايفين العشبه اللي معانا ديت، ده اسمها روزماري او اكليل الجبل. تمام، في منه طبعا اللي هو بيبقى ناشف وبيجي من عند العطار، وفي منه الاخضر اللي انتم شايفينه معايا ده، يعني اي حد بيزرع الروزماري عنده ولا حاجه في منه الاخضر ده برده هيبقى كويس جدا. ما عندناش اخضر هنستخدم اللي هو عند العطار عادي خالص، مفيش اي مشكله. طيب مبدئيا يعني كده هنجهز الكوبايه بتاعتنا اهو، ده كده نحطه على جنب، هناخد منه مقدار معلقة كده اهوت، ده كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين. ده طبعا انا واخدة معلقة مليانة لان هو طبعا اخضر، اما لو هو مجفف ولا حاجة يعني بناخد معلقة صغيرة. ده كده الباقي بقى هنحطه على جنب، هنستخدمه لكوباية تاني. طيب هنشوف مع بعض تاني مكون اللي هو طبعا القرنفل. ده يا جماعه القرنفل ده طبعا بيجي من عند العطار، اسمه القرنفل او المسمار، كلاتنا طبعا عارفينه وبيبقى موجود في قلب مطبخنا دايما. يعني الوصفه بتاعتنا وصفه سهله وكويسه جدا. القرنفل طبعا يعني له سحر رهيب يا جماعه في حرق الدهون ونزول الوزن بطريقه كويسه جدا، اهو هو بيبقى بالشكل ده كده. هناخد منه حوالي 5 6 حبايات زي ما انتم شايفين، هنحط بس كمان حبيتين كده اهوت، ناخد بس حبيتين ده كده بالشكل ده كده. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هننزل عليهم بالميه المغليه ده كده يا جماعه، وصفه سهله جدا. تمام، طبعا الوصفه لسه ما خلصتش، علشان كده عايزاكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان نعرف الطريقة صح وتجيب معانا نتيجة كويسة. نقلبهم بس بطريقة كويسة كده، طيب لسه برضو معايا مكون اللي هو ايه؟ بصوا بقى ده طبعا يا جماعة اهوت، ده كده يا جماعة اسمه الليمون او اللومي، ده طبعا عبارة عن ليمون مجفف، ده برضو بيجي من عند العطار، هناخد منه كده حوالي نص واحدة اهو، نكسرها بس كده اهو بالشكل ده كده. هنحاول برضو نكسرها حتت علشان تنزل كل الفايدة اللي فيها بالطريقة دي كده اهو، وهنبدأ برضو ان احنا نقلب الوصفة بتاعتنا اهو بالشكل ده كده. يبقى انا حطيت على الوصفة 3 مكونات، القرنفل والروزماري او اكليل الجبل واللومج. تمام، لو احنا طبعا عندنا ليمون اخضر ممكن نحط الليمون الاخضر مفيش اي مشكله، نعصر ليمون اخضر. الناس اللي بتتحسس من الليمون الاخضر ممكن ان هي تحط اللومي، برده هيديكي نفس النتيجه، نتيجه كويسه جدا اهو. وهنقوم مغطيين عليها كده اهوت،
بالشكل ده كده. هنسيبها بقى كده حوالي 10 دقايق لغايه ما تنزل كل الفايده اللي فيها، زيها كده زي الشاي بالظبط، انا ما عملتش اي حاجه. تمام. طيب بعد ما يعدي بقى ال 10 دقايق وتنزل كل الفايده اللي فيها، هنعمل ايه؟ هنبدا بقى ان احنا نشيل الغطا بتاعها ونقلبها كويس بالطريقه دي كده. لو انتوا لاحظتوا معايا هتبصوا تلاقي اللون بدا يتغير. هنغطيها ونسيبها على جنب دلوقتي، وهقول لكم برده هنشربها امتى. هنحطها بس كده على جنب وهنشوف الوصفه اللي بعدها هنعمل فيها ايه. هنعمل طبعا حاجه كده زي دهان، ماشي. الدهان دوت هينزل معانا كل الترهلات، هينزل معانا كل الدهون، هيظبط جسمنا بمعنى اصح. طيب اول معلقه كده هناخدها، ده طبعا يا جماعه معلقه كده من القرفه، ومعلقه او نص معلقه كده اهوت، مش مليانه يعني قوي، من الزنجبيل. نقلبهم كده كويس بالطريقه دي كده. ننزل عليهم دلوقتي بمعلقه زيت زيتون. ده كده يا جماعه الدهان جاهز معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طيب طريقه دهانه ازاي؟ كان معتاد طبعا اما نعمل اي دهان هنعمل ايه؟ طبعا اي المنطقه او المنطقه اللي احنا عايزين ندهنها بنجيب بقى يعني فوطه كده مبلوله ميه دافيه وهنمشيها على المنطقه اللي احنا ندهنها. تمام. هنقوم بعد كده دهننا الوصفه بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. طبعا هندلكها كده اهوت بطريقه دائريه زي ما انتم شايفين كده، وهندلكها كويس جدا. هنفضل ندلك فيها لغايه ما ندخل كل الدهان او الوصف اللي احنا عملناه في قلب المسام بتاعه الجلد بتاعنا اللي احنا عايزين ندهن. بعد كده طبعا هنلفها بكيس ستريتش لمده ساعتين، وبعد كده ونخلص خالص هنشيل الكيس وهنشطفها بميه عاديه خالص من الحنفيه. تمام كده يا جماعه، يبقى احنا عرفنا الوصفه بتاعه الدهان عملناها ازاي. البخار يا جماعه اللي هو بيبقى نازل دهوت انا بنزله كلته، اللي بيبقى على الطبق اللي فوق بنزله، لان ده طبعا اللي بيبقى فيه الفايده. طيب هنشربها امتى الوصفه بتاعتنا دي يا جماعه؟ هنعملها ونشربها على الريق، ده بالنسبه للناس اللي هي عندها دهون زايده او على الوزن بتاعها زايد. تمام. الناس اللي وزنها زايد هناخدها مرتين في اليوم، مره الصبح كده على الريق، ومره قبل وجبه العشاء بنص ساعه. طبعا وجبه العشاء هتكون وجبه خفيفه، هتكون مثلا علبه زبادي، طبق سلطه، قطعه جبنه قريش، كل الحاجات الخفيفه ديت. ويا ريت حاجه مهمه جدا، ابعدوا يا جماعه عن السكريات والنشويات، ويا ريت كمان نقلل من العيش على قد ما نقدر، نقلل ونشرب ميه كتير. كل الحاجات ديت صدقوني فعلا والله خلال اسبوع واحد بس هتلاقي في فرق كبير جدا جدا.